السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، اهلا بكم مرة تانية في اخر حاجة معنا في الوحدة الاولى وهو التست. بس قبل التست بتاعنا مديني كده في صفحة 64 test your skills، تعالى كده اختبر مهاراتك. اول حاجة فيها مديني ديكتيشن حبيبي اللي هي الاملاء. المفروض ان هو مديني بعض الكلمات in English وانا هترجمها in Arabic باللغة العربية، وعندنا كلمات عربي وانا هترجمها English. اول كلمة كلمة onions، طبعا كلمة onions معناها بصل. عندنا كلمة pineapples يعني اناناس. عندنا كلمة decomposers يعني كائنات محللة. عندنا consumer، وان consumer حبيبي بمعنى مستهلك. recipe، وان recipe يعني وصفة، وصفة طعام يعني. تعالى كده على الكلمات العربيه، الكلمات اللي باللغه العربيه وانا هترجمها ان انجلش بالانجليزي. اول كلمه كلمه صحي، صحي حبايبي معناها healthy. تاني صحي معناها healthy، احنا قلنا حبايبي التي اتش ساوند هير الثاء، healthy healthy. طبعا الليمون الحامض اسمه limes limes limes. طيب عندنا كلمه نسر، النسر حبايبي اسمه برافو عليكم eagle eagle. طب المكونات رفع عليك اسمها ingredients ingredients يعني مكونات. طب البذور رفع عليكم seeds 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 حبايبي بمعنى بذور. تعال نشوف السؤال اللي بعده كده اللي بيعتمد على موضوع reading. بقول له we should، قلت حبايبي كلمة should معناها يجب. بقول له we should be ايه، يجب ان نكون ايه يا ترى، kind طيبين ولا angry غضبانين؟ رفع عليكم لا احنا لازم نكون kind. طيب اللي بعدها بقول we buy tomatoes at the بنشتري الطماطم منين، office مكتب ولا market؟ رفع عليكم market اللي هو السوق. number 3 بقول we eat mangoes in our بقول احنا بنعمل ايه في المانجا، in our garden في الحديقة. يا ترى بنزرع grow ولا bake بنخبز؟ طبعا المانجا اكيد grow بنزرعها. العمود الثاني رقم 3 بقول read and correct the underlined words، تعالى كده نقرا ونصحح الكلمات اللي تحتها خط دي. have we got some burgers حبايبي، طبعا لو شفنا بيقول الخطا هنا في كلمه some. طيب الاسم بتاعي جمع، جميل، بس ده سؤال عادي، يبقى المفروض بدل some احط ايه حبايبي؟ ها any، رفع عليكم يبقى have we got any burgers. number 2 بقول we have got any vegetables، ده العكس بقى، vegetables جمع، بس دي جملة مثبتة، يبقى المفروض اجيب ها some، جميل. طب number 3 بقول this is an beautiful plant، طبعا plant هنا اسم مفرد، beautiful دي صفة، طالما جاب لي بعض الصفة اسم مفرد فلازم احط قبل الصفة دي a او an، فبالتالي هقول a. طب ليه يا مصر a مش an؟ عشان الب ساوند ده صوت ساكن مش صوت متحرك. تعال نشوف السؤال اللي بعده اللي بيختبر مهاراتنا على الكتابة. يبقى احنا خلاص عرفنا الديكتيشن الريدينج واللانجوج اللي هي القواعد يعني، وهنشوف الرايتنج اللي هو سؤال الكتابه. بيقول لي write 5 sentences about your favorite food، بيقول لي اكتب 5 جمل عن طعامك الصحي حبايبي. شكل ما قلنا ان عشان اكتب الباراجراف لازم ابدا اسيب اندنت يعني فراغ كده في اول سطر وابدا السطر بتاعي. تعالى طالما هتكلم عن الفيفوريت فود ففي الاول هبدا بجمله افتتاحيه I like eating يعني انا بحب اكل healthy food. السطر الثاني هبداه من اوله يعني انا بحب اكل الطعام الصحي، وبعدين اقول الطعام المفضل بتاعي my favorite healthy food يعني الطعام المفضل الصحي بتاعي is مثلا cheese يعني الجبنة. I like it very much يعني انا بحبها جدا. لاحظ ان بعد كل نهاية جملة بحط فول ستوب بتاعتي وابدأ بـ capital letter. طب وبعدين هقول it's delicious يعني it's delicious حبيبي يعني هي لذيذة. طيب ممكن اقول اللي بكلها على ايه، فاقول I eat it for breakfast يعني انا باكلها على الفطار. تاني I eat it for breakfast. وبكده يبقى انا كتبت 5 جمل بساط جدا عن my favorite food يعني طعامي المفضل.
السؤال الخامس بولي ميك ا بوستر اباوت ا فروت اور فيجيتابل اور ليجيوم ذات جروز ان ايجيبت. بولي اعمل بوستر كده ملصق عن اي فاكهه او خضار او بقوليات بتنمو في مصر. في صفحه 67 حبايبي مديني سؤال الترتيب. طبعا في سؤال الترتيب بيديني جملتين على تكوين جمله خبريه، وبعدين جملتين اتنين على الجمل الامريه، وبعدين سؤال بيبدا بالات استفهام، وبعدين سؤال بيبدا بفعل مساعد. تعال نشوف اول جملتين يلا، اللي هي الجمله الخبريه العاديه جدا. بول in the garden we a mango have tree. طبعا شكل ما قرينا قبل كده وقلنا ان احنا عندنا شجرة مانجا في الحديقة. طيب احنا يعني وي دي بسميها الفاعل، والفاعل حبايبي بيكون يا اسم يا ضمير جاي في اول الجملة، فوي بقول عليها فاعل. طب فين الفاعل؟ برافو عليكم، هاف. طيب فين بقية الجملة؟ a mango tree in the garden. a mango tree in the garden. يبقى انا كده رتبت الجملة بتاعتي. تاني صغر خطك شوية هنا عشان هيبقى فيه كلام كتير. طب تعال نشوف يلا السؤال اللي بعده. chickpeas grows اشرف. فين الفاعل بتاعي؟ اشرف، برافو عليكم، ده الاسم اللي جاي في اول الجملة، اشرف. طيب فين الفعل؟ grows يعني بيزرع. طب بقية الجملة مفعول يعني هنا chickpeas يعني بيزرع حبايبي الحمص. طب تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده حبايبي بيبقى عبارة عن جملة أمرية، واحنا شكل ما قلنا ان الجملة الأمرية يا اما بتبدأ بفعل والفعل ده بيكون في المصدر وبقول عليه فعل أمر، يا اما بتبدأ بكلمة ضنت وهنا بيبقى نهي. هو دايما بيجيب لي جملة بتبدأ بفعل أمر وجملة بتبدأ بضنت اللي هو النهي، وضنت برضو هيجي وراها مصدر. يبقى حاجة مهمة جدا لازم اعرف ان فعل الأمر بيكون في المصدر وفي النهي ضمت بيجي وراها برضو مصدر. تعالى كده اول جملة بقول الروز chickpeas plant. طبعا شكل ما خدنا ان لازم نزرع الحمص في صفوف. طيب فين الفعل بتاعي؟ plant. طب plant هنا اقول عليها يزرع ولا ازرع؟ هتقول لي لا مستر ازرع، طالما جاية في اول الجملة يبقى فعل امر، فبالتالي حاول ازرع. طب بقية الجملة chickpeas in rows. اللي بعدها طبعا بيقول لي chocolate don't love eat. هنا بقى مش جايب له مربع احمر لان انا هبدا بكلمه ايه حبايبي؟ don't يعني لا، don't هيجي وراها المصدر الفعلي يعني هو فين؟ eat، يبقى don't eat. طيب don't eat ايه؟ ما تاكلش ايه؟ جميل شوكولاته، بس هو وصف الشوكولاته انها كتير وكلمه a lot of دي حبايبي لازم تيجي قبل الاسم. فقول don't eat a lot of chocolate يعني ما تاكلش كثير من الشوكولاتة. تعال نشوف بسرعة يلا السؤال اللي بيبدأ بأداة استفهام وازاي برتبه. is food what favorite your. طبعا شكل ما قلنا حبايبي ان انا هبدأ بأداة استفهام، او احنا واخدين السؤال ده وحافظينه اللي هو what is your favorite food. بس تعالى يلا نرتب الكلام ده في الجدول ده. أداة الاستفهام حبايبي هي برافو عليكم what. طب فين الفعل المساعد؟ is. جميل خالص. طب فين الفعل بتاعي اللي هو favorite food او your favorite food؟ فبالتالي هقول what is your favorite food. طبعا الفعل بتاعنا الفود ده كله صفات لكلمة فود حبايبي. طب تعال نشوف السؤال اللي بعده بقول food how often eat do you healthy. طبعا أداة الاستفهام بتاعي how often. how often دي معناها كم عدد المرات، انا عايز اقول كم عدد المرات اللي انت بتاكل فيها طعام صحي. يبقى المفروض انا عايز اقول how often do you eat healthy food. how often دي أداة الاستفهام. طب فين الفعل المساعد بتاعي؟ do. طب الفعل بتاعه قلنا اسمه وضمير يبقى you. how often do you. طب فين الفعل الاساسي؟ eat. يبقى how often do you eat. طيب طعام صحي اسمه ها healthy food. تاني طعام صحي اسمه healthy food، يبقى how often do you eat healthy food.
طبعا السؤال الثاني سؤال بيبدا بفعل مساعد، يعني بيبدا بفيرب تو بي او فيرب تو دو او فيرب تو هاف او مودال فيربس. طيب هنا بقول لك جرو ودو فروت ويو وات وهم. طبعا انا عايز اقول هل انت بتزرع فاكهه في البيت؟ طيب هل دي اللي هو الفعل المساعد اللي هو دو؟ طب الفعل قلنا اسمه وضمير يبقى يو. طب فين الفعل الاساسي؟ جرو اللي هي يزرع. طب فين بقيه السؤال؟ فروت at home. Do you grow fruit at home؟ هل انت بتزرع فاكهه في البيت؟ اللي بعدها an orange you like would. طبعا خدنا السؤال would you like، فالمفروض انا هبدا بود، الفعل بتاعي برضو يو، طب الفعل الاساسي بتاعي like، would you like، بقيه الجمله an orange an orange. كده يبقى انا عرفت ازاي بكون جملة عادية، ازاي بكون جملة امرية، ازاي بكون سؤال بيبدأ بأداة استفهام، وازاي اكون سؤال بيبدأ بفعل مساعد. تعالوا يلا حبايبي بقى نشوف الجنرال اكسرسايزز، يعني التدريبات اللي هو مدهالي على الوحدة كلها، وده يعتبر التست بتاعي. طبعا اول سؤال حبايبي بيقول listen and write true or false. المفروض ان المدرس بيخش وبعدين بيقرأ لي قطعة، القطعة دي بستمع ليها كويس عشان اشوف الكلام اللي هو مكتوب ده true صح ولا false خطأ. يلا تعالوا بسرعة نسمع ونشوف يا ترى الكلام ده true ولا false. بيقول لي we cook lots of different things. That's the recipe to make the syrup for basbousa. We put honey, water and lemon juice in a saucepan. Then we boil the mixture for about 10 minutes. After that, we pour the syrup over the basbousa. تعالوا نقولها تاني. We cook lots of different things. That's the recipe to make the syrup for basbousa. We put honey, water, and lemon juice in a saucepan. Then we boil the mixture for about 10 minutes. After that, we pour the syrup over the basbousa. تعالوا نشوف بقى أول سؤال معانا. بيقول لي that's the recipe to make chocolate. يعني دي كانت الوصفة عشان نعمل شوكولاتة. طبعا الكلام ده false. خطأ. We put honey, water and lemon juice into a saucepan. جميل خالص. It's true. Boil the mixture for 1 hour. لمدة ساعة. لا طبعا كان قال لمدة 10 دقايق 10 minutes. Pour the syrup over basbousa. ايوه طبعا بصب اشرب الشربات ده على البسبوسة. تعال نشوف يلا حبايبي السؤال التاني. والسؤال التاني برضو listening. يعني ايه listening يا مستر؟ يعني هو جايب لي dialogue يعني محادثة. المفروض ان انا بسمع المحادثة كويس وبعدين بكمل الكلمات اللي انا سمعتها ناقصة. يعني تعال نشوف كده. السيلر بيكلم رانيا بقول لها would you like some onions؟ قالت له no thank you I would like some grapes. يبقى ايه الكلمة اللي انت سمعتها ناقصة؟ برافو عليكو would. فبتقول له how about tomatoes؟ سمعت ايه؟ يا مستر سمعت about. يبقى هكتب about. Yes please can I have some potatoes too. سمعت ايه؟ ايوه سمعت potatoes يا مستر يعني البطاطس. قلنا تو هنا حبايبي بمعنى ايضا لانها جايه في اخر الجمله. Yes of course اللي انت سمعته. ايوه of course. يبقى هكتب هنا course. تعال نشوف يلا السؤال التالي. بيقول read and complete the text with words from the books. عندنا chocolate اللي هي الشوكولاتة طبعا، little بمعنى قليل، chicken بمعنى دجاجة، unhealthy غير صحي، grow يعني يزرع. طبعا بيقول لي I love chocolate أنا بحب الشوكولاتة، but it's لكنها إيه؟ برافو عليكم. It's unhealthy يعني غير صحية. تاني it's unhealthy يعني غير صحية. طيب we should eat a طبعا طالما وقف خلاص كده وقف ويكتمل المعنى. We should eat a طالما هي غير صحية. برافو عليكم. A little. We should eat a little يعني المفروض ناكل قليل. My brother likes healthy food. أخويا بقى بيحب الطعام الصحي. He likes a and fish. مين في دول اللي في صحي غير السمك؟ برافو عليكم. Chicken. Chicken يعني الدجاج. Fruits and vegetables are very healthy. I love mango. We can eat a mango tree in our garden. هنعمل ايه في شجرة المانجا في الحديقة؟ برافو عليكم. هنزرعها يبقى grow. We can grow.
تعال نشوف يلا السؤال الرابع. بيقول لي وائل grows chickpeas. Chickpeas are an important ingredient in many recipes such as kosheri and hummus. Chickpeas aren't a fruit or a vegetable. They belong to a group of foods called legumes. Other legumes are lentils and peanuts. Chickpeas are healthy food. They can help to keep your digestive system working properly. The chickpeas that you eat are the seeds of the chickpea plant. طبعا chickpea plant اللي هو نبات الحمص. طبعا قرناها قبل كده كتير وكمان حفظناها مش قرناها بس. تعال نشوف يلا السؤال الاولاني. بيقول chickpeas are A for our digestive system. اضطرابات سيء للجهاز الهضمي ولا جود جيد ولا هابي سعيد ولا ساد؟ برافو عليك. وجود قلنا جود فور حبايبي معناها مفيد لي. تاني جود فور معناها مفيد لي. نمبر 2 بيقول وي ايت ذا اي اوف chickpeas. يا ترى احنا بناكل ايه بقى بتاعت التشيكبيز؟ روتس يعني الجذور ولا شوتس النبته ولا سيدز البذور ولا ليفز الاوراق؟ طبعا احنا قلنا للتشيكبيز ان احنا بناكلها دي سيدز يعني بذور. بيقول لي وي يوز chickpeas تو ميك. احنا بنستخدم التشيكبيز ده عشان نعمل ايه بقى؟ يا ترى عشان نعمل حمص ولا تي ولا كوفي ولا جوس؟ اكيد طبعا عشان نعمل حمص. تعال نشوف السؤال الاولاني مع بعض. بيقول لي هو جروز chickpeas. قلنا هو دي حبايبي معناها من. طبعا قال لي مين اللي بيزرع chickpeas؟ برافو عليكم وائل. نمبر 5 بيقول لي وات جروب اوف فود. جروب يعني مجموعه. بيقول لي وات جروب اوف فود دو chickpeas belong to. احنا قلنا للchickpeas ده بيخص او ينتمي لمجموعه اسمها البقوليات. يبقى اكيد هكتب legumes. تاني legumes اجابه مختصره بسيطه جدا legumes. تعال يلا نشوف السؤال الخامس معانا. هو سؤال اختياري. بيقول لي tertiary consumers. قلنا ديت الكائنات المستهلكه من الدرجه الثالثه. eat larger ايه يا ترى؟ insect هتجيبها لي مفرد غلط. trees يعني اشجار. animals حيوانات ولا plants؟ برافو عليكم animals. طبعا الكائنات المستهلكة من الدرجة الثالثة بتاكل الحيوانات الأكبر. نمبر 2 بيقول لي ذا بلانتس جيت اي فروم ذا سان. طبعا النباتات بتحصل ايه من الشمس؟ برافو عليكم انرجي الطاقة. نمبر 3 بيقول لي وي شود اي ذا بلانتس ريجولارلي. لازم نعمل ايه في النبات بانتظام؟ ترى جيت ولا ووتر ولا درينك ولا ايت؟ برافو عليكم ووتر. ووتر هنا مش معناها ماء، دي معناها يسقي. نمبر 4 بيقول لي تو كوليكت ذا سيدز اند فروتس اوف ذا بلانتس is to eat them. لما نجمع بقى البذور وكمان الثمار بتاعت النباتات ده بقول عليه ترى هارفست يحصد ولا ايت ياكل ولا غوش يغسل ولا ثرو يرمي؟ برافو عليكم هارفست يحصد. نمبر 5 بيقول سلمى doesn't have pens. قلت اول حاجه حبايبي بص عليها هو الاسم. الاسم ده ماله؟ جمع. يبقى ولا اتنفع ولا انتنفع. يبقى لي سامو اني. هنا روح لنوع الجمله، دي جمله ايه؟ منفيه. يبقى اخد برافو عليكم any. So Salma doesn't have any pens. تعالوا يلا بينا نشوف سؤال الترتيب. Like, would, Eunice, lunch, for, meet. خلي بالك هنا بديق لي بالفعل اللي هو Eunice. وانا عندي like would بتيجي مع بعضها عشان تبقى would like. طيب would like قلنا حبايبي هيجي وراها اسم، هيجي وراها to المصدر. فبالتالي هقول يونس would like meat يعني يريد لحمة for lunch على الغداء. تاني يونس would like meat for lunch. تعال نشوف اللي بعدها. their tomatoes are any. طبعا السؤال اكيد هيبدأ بار there. جميل. وقبل الاسم بجيب ايه حبايبي؟ برافو عليكم any. are there any tomatoes؟ are there any tomatoes يعني هل يوجد اي طماطم؟ number 3 cold or fungi decomposers. طبعا قلنا الفطريات اللي هي الفانجي or الفانجاي are cold يعني تدعى او تسمى decomposers يعني كائنات محللة. تاني يعني كائنات محللة.
طبعا مديني حبايبي نوعية من الأسئلة، وهو الأسئلة اللي بيجيب لي، ودي بتبقى على القواعد، يعني بيجيب لي كده جمل ويجيب لي كلمة بين قوسين بيكون الكلمة دي خطأ وأنا بصححها. بقول نمبر 1 how about buy some vegetables. قلنا حبايبي إن how about دي بتستخدم في الاقتراح، ولما بيجي وراها فعل بيكون فيه ing فلازم أقول buying. نمبر 2 بقول there are lots of tomato. يعني lots of حبايبي؟ هتقول لي يا مستر lots of معناها كثير. طب ار دي بتاعت مين؟ هتقول لي بتاعت الجمع. طب tomato جمع؟ هتقول لي لا يا مستر، يبقى لازم تكون tomatoes. خلي بالك بزود اي اس عشان الاسم ده بينتهي ب او. نمبر 3 بقول هي وود لايك اني كاردز. طبعا دي جمله مثبته وكاردز جمع، فبالتالي هقول ايه يا حبايبي؟ سم. هي وود لايك سم كاردز. تعال نشوف سؤال بانكتويت ذا فولوينج سنتنس. تعال يلا نرقم. يس ذير ار سم ابلز طارق. طبعا يس الواي لازم تكون كابيتال هنا في اول الكلام، اوعى تنسى بعد يس ونوفي كما. طيب there ما فيهاش اي حاجة. are some apples، طبعا الكما دي اسمها يا طارق، لازم التي هتبقى capital. ليه يا مصر؟ عشان ده اسم شخص وفي الاخر طبعا فلسطين. انا كده رقمت بشكل سليم. تعال نشوف حبايبي اخر سؤال معانا، هو سؤال الباراجراف. طبعا سؤال الباراجراف حبايبي يا اما بيقول اكتب من 30 ل 40 كلمة، يا اما بيقول لي اكتب خمس جمل، والخمس جمل بيبقوا حوالي 30 او 40 كلمة. طبعا هنا بيقول اتكلم عن الهيلثي اند انهيلثي فود، يعني اتكلم عن الطعام الصحي والغير صحي. مديني كلمة شكل كلمة chicken، ومديني chocolate، ومديني vegetables، ومديني french fries، ومديني healthy اللي معناها صحي. تعالوا يلا نبدأ كلامنا كده بان انا بحب الطعام الصحي. يبقى هقول I، طبعا اوعى تنسى تسيب الاندنت الفراغ. I like healthy food، يعني انا بحب الطعام الصحي. I like eating chicken، يعني انا بحب اكل الفراخ. It's الفراخ يعني delicious، يعني لذيذة. And healthy يعني لذيذة وصحية. طيب ايه كمان من دول صحي؟ vegetables. هقول I eat a lot of vegetables، يعني باكل خضروات كتير. they have يعني هي فيها حبايبي vitamins، فيها فيتامينات، كلام بسيط خالص اهو. طيب هقول بقى انا ما بحبش اكل الايه؟ الطعام. يبقى I don't like eating unhealthy food، يعني ما بحبش اكل الطعام الصحي. I don't like eating chocolate، ما بحبش اكل الشوكولاتة. It's bad for our health، فإنها ضارة بالصحة. عادي برضو ممكن أقول I don't like eating French fries، ما بحبش أكل الفرنش فرايز، أو إن أنا أقول French fries and unhealthy food، يعني طعام غير صحي. كلام بسيط خالص، وكتبت فيه أكتر كمان من 30 أو 40 كلمة، وحتى لو خمس جمل برضو كتبت أكتر من خمس جمل. اهم حاجة حبايبي اوعى تنسى بسيب اندن في اول الكلام، بعد كل جملة بحط فول ستوب، ببدأ بكابيتال لتر فول ستوب كابيتال لتر فول ستوب كابيتال لتر فول ستوب كابيتال لتر. لاحظ بعد عشان اعرفه ان انا خلاص نهيت الجملة وببدأ جملة جديدة.
Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك كل التنبيهات بالحلقات اللي جاية ان شاء الله. كده يبقى احنا خلصنا الوحدة الاولى بالكامل من كتاب المعاصر. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد, واستنونا في الحلقة اللي جاية ان شاء الله, واللي هتكون بداية الوحدة التانية. جود باي, السلام عليكم.